نيفين سليم معنا الآن. نيفين، آخر ما لديك من معلومات عما يجري على الأرض. نعم، القصف الإسرائيلي ما زال متواصلا على قطاع غزة. قبل قليل تم قصف أرض زراعية وأيضا في منطقة جباليا شمال القطاع تم قصف أيضا مرصد للفصائل الفلسطينية. أعداد الشهداء في ازدياد، 18 شهيدا حتى اللحظة من بينهم سيدة، و50 إصابة في صفوف المواطنين حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. هناك بعض المصادر لفصائل المقاومة تتحدث بأن المقاومة أطلقت عدد من القذائف على آليات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على حدود القطاع الشمالية شرق تحديدا منطقة جباليا، ورد الجيش باستهداف مجموعة من المواطنين في تلك المنطقة. وبالتالي مع تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة متوقع أيضا أن تزداد أعداد الشهداء وعدد الإصابات، والتي بلغت 50 إصابة و18 شهيدا حتى هذه اللحظة. يمكننا أن نجمل الضربات منذ صباح هذا اليوم وحتى اللحظة أنها من شمال القطاع تقريبا حتى جنوبه. في مدينة رفح جنوب القطاع تم استهداف أحد المنازل أحد عناصر سرايا القدس وتدميره بشكل كامل. تم استهداف أرض زراعية في مدينة خان يونس، تم استهداف موقع حطين أيضا يتبع لسرايا القدس. وسط القطاع تم استهداف أيضا أحد قادة سرايا القدس مما أدى إلى استشهاده، وتحديدا في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة تم استهداف أرض زراعية. تم استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة التفاح شرق مدينة غزة مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وهم عبارة عن أب وأبنائه من عائلة عياد. وتم استهداف أيضا دراجة نارية في حي الزيتون، وتم أيضا على إثرها استشهاد أحد المواطنين. وبالتالي الأوضاع في قطاع غزة وكل المجريات التي تجري على الأرض تشير إلى أن الأوضاع حتى اللحظة تتجه نحو التصعيد مع الجانب الإسرائيلي. كان قبل قليل هناك تصريح لمصعب البريم الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، ويقول فيه أن الجهاد تتصدر يعني المشهد أو مشهد الدفاع أو إطلاق القذائف نحو المستوطنات المحاذية بمشاورات مع الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية. وهذه الغرفة هي تضم الأجنحة العسكرية للفصائل داخل قطاع غزة. وربما خرج هذا التصريح بعد تساؤلات كبيرة من قبل الشارع في قطاع غزة، أين حماس وأين كتائب القسام من هذه المواجهة؟ لكن حركة الجهاد الإسلامي تؤكد أن تصدرها للمشهد هو بمشاورة مع كافة الفصائل هنا داخل قطاع غزة، وتحديدا مع غرفة العمليات المشتركة. حركة الجهاد تؤكد أنها ستستمر بإطلاق الصواريخ نحو المستوطنات المحازية حتى تثأر لاغتيال بهاء أبو العطا الذي اغتيل فجر يوم أمس بواسطة الطائرات الحربية أثناء قصفه هو وزوجته في منزلهم فجر يوم أمس. ونتج أيضا عن ذلك القصف إصابات في صفوف أبنائه. الحركة فعليا داخل قطاع غزة متوقفة، سواء في الشوارع لا يوجد حركة للمواطنين، لا يوجد حركة في السيارات، هناك إغلاق لكافة المدارس، لكافة الجامعات، للمؤسسات الحكومية وللقطاع الخاص. فقط من يعمل اليوم في قطاع غزة هم الأفراد التابعين لوزارة الصحة الفلسطينية والمستشفيات والهلال الأحمر الفلسطيني وسيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية هي التي يسمع صوتها داخل شوارع قطاع غزة، وهي فعليا من تتنقل حاليا داخل القطاع بحثا عن مصابين في الأماكن التي تتعرض للقصف الإسرائيلي منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة. وكما قلت أن القصف يستهدف كافة الأماكن في القطاع في جميع المحافظات من شمال القطاع وحتى جنوبه. هناك تخوفات من قبل المواطنين، هناك حالة من الهلع والخوف في صفوف النساء والأطفال، لأنه الضربات التي تعرض لها قطاع غزة منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة جميعها تركزت في أماكن مكتظة بالسكان. والمعروف أن قطاع غزة مساحته صغيرة
ويحتوي على يعني أكثر من 2 مليون نسمة يقبعون في منطقة جغرافية صغيرة، والشوارع يعني أغلبها صغيرة وهي عبارة عن مخيمات، حتى المدن الرئيسية هي خالية أيضا من السكان. يعني هنا نحن نتواجد في حي الرمال، هو أحد أكثر الأحياء دائما يوجد به حركة تجارية وحركة نشطة للمواطنين. فعليا كافة المحلات مغلقة، فارغ من مرور السيارات وفارغ من المواطنين. المواطنون يتخوفون اليوم من تحول هذا التصعيد إلى حرب مفتوحة، وفعليا لا يستطيع المواطن البسيط أن يتحمل تداعيات أي تصعيد جديد على قطاع غزة بسبب الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة، وبسبب أيضا أنه يعيش في تداعيات حرب 2014 والتي ما زالت متواجدة فعليا في حياة المواطن الفلسطيني داخل قطاع غزة. عشرات بل مئات البيوت التي دمرت في آخر حرب عام 2014 حتى اللحظة لم تعمر، والجيش اليوم بدأ باستهداف بيوت جديدة للمواطنين، حتى وإن كانت هذه البيوت التي استهدفت هي تتبع لأفراد من سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، لكن فعليا هذه البيوت يقطنها نساء، يقطنها أطفال، وبالتالي هم مدنيين يتعرضون للقصف بواسطة طائرات حربية وأسلحة محرمة دوليا، ولا فقط يتضرر المنزل الذي يتعرض للقصف أو يدمر بشكل كلي، أيضا البيوت المجاورة جميعها تعرضت لسواء تكسر أو تحطم في الشبابيك في الأبواب، ويكفي حالة الخوف والهلع في صفوف النساء والأطفال الذين يعني لا يتوقعون أو لا يدرون في أي لحظة ماذا يمكن أن يحدث، سواء في بيوتهم أو سواء في المناطق التي يقيمون فيها أو سواء عند تنقلهم من شارع إلى آخر. لا يوجد أي منطقة آمنة الآن فعليا داخل قطاع غزة. الطيران الإسرائيلي الحربي طيران الاستطلاع يحلق على مسافات منخفضة جدا، وصوت الطائرات أيضا يزيد من حالة الهلع والخوف في صفوف الفلسطينيين وخاصة في صفوف الأطفال. ورغم تعدد الحروب على قطاع غزة إلا أن فعليا السكان لم يستطيعوا التعود على صوت الطائرات أو على صوت الصواريخ أو على الدماء التي تسيل في الأماكن المستهدفة، وهناك آمال بأن يتم التوصل في الساعات القادمة إلى وقف إطلاق نار وأن تنجح الجهود المصرية أو الدولية في لجم هذه الأوضاع ومنع التصعيد نحو حرب موسعة داخل القطاع.